طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، متواصلون مع حضراتكم في هذه التغطية الإخبارية، نتناول فيها ملف قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، وفي تغطيتنا أيضا نتناول آخر تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، والبداية مع قمة العشرين. نبدأ مع حضراتكم من قمة مجموعة العشرين، حيث تم توقيع اتفاق مشروع ربط الهند بالقارة الأوروبية عبر الشرق الأوسط. الاتفاقية وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها مهمة لاستقرار الشرق الأوسط والسلام، مبينا أن ربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا مهم لتسهيل التجارة. من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الربط مع الهند عبر الشرق الأوسط يدعم الطاقة النظيفة ويسرع تجارة بنسبة 40%. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد وصف مشروع ربط الهند بالاتحاد الأوروبي عبر الشرق الأوسط بأنه يخلق طريقا نظيفا للتجارة. في غضون ذلك دان قادة مجموعة العشرين اليوم استخدام القوة في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية، لكن من دون ذكر روسيا تحديدا بحسب إعلان جرى تداوله في ختام الاجتماع. وجاء في الإعلان أنه فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة يتعين على كل الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد وحدة الأراضي والسيادة السياسية لأي بلد. كما أكد القادة أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في حرب أوكرانيا غير مقبول. إذن مشاهدينا، وحول هذه الاتفاقية والمزيد من الموضوعات الأخرى في قمة العشرين، وكذلك عن طبيعة الموقف الفرنسي من قضايا متعددة، ينضم إلينا من باريس أوليفي كاديك، نائب رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، لمناقشة كل هذه الموضوعات. تحية لك بداية سيد أوليفي، ثم سأبدأ معك بما يثار من إعلان جرى تداوله بشأن التدخل الروسي في أوكرانيا. طبعا قمة مجموعة العشرين دانت أي تدخل عسكري من دون ذكر روسيا في هذا الإطار. ما رأيك في هذه اللغة المستخدمة في هذا البيان الذي جرى تداوله؟ اسمحوا لي، أنا لا أعرف ما قلته حاليا. لا، تمت إدانة هذه الاعتداءات ضد أوكرانيا، ونحن نعلم جيدا بأن روسيا تقوم بتبني القوة في أوكرانيا، وأن هذا كله تم الإجماع على إدانته من الدول، وأن ما مخرج المجموعة العشرين هو مخرج مهم جدا لإدانة هذا الاعتداء الروسي على أوكرانيا، ولكنني لا أعلم تفصيلا ما يحوي هذا البيان الختامي. عموما أنا أوضح لحضرتك، البيان تحدث عن إدانة لاستخدام القوة في أوكرانيا لتحقيق، هكذا قال نص البيان، مكاسب ميدانية من دون ذكر روسيا تحديدا في هذا الإطار، وقال إنه على كل الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلا لتحقيق مكاسب ميدانية. واضح جدا طبعا الإشارة هنا إلى العملية الروسية في أوكرانيا. نعم،
هذه خسارة كبيرة، هذا ليس عدلا، أعتقد ذلك، لأن الوضع الروسي، الوضع الصيني بالنسبة للاعتداء الروسي على أوكرانيا يبقى قليلا، كما يمكن أن نقول ليس رسميا لإعلان إدانة روسيا بشكل عام، وعدم الذكر اسم روسيا في هذا الإعلان الختامي لا يعتبر اعترافا بما تقوم به روسيا، ولا يعتبر أيضا إدانة لاعتداء الروسي على أوكرانيا، ولكن الكل يعلم أنه ما قامت به روسيا ويجب الاعتراف به وذكر اسمها. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سعد أوليفي وصف مشروع ربط الهند بالاتحاد الأوروبي عبر الشرق الأوسط بأنه يخلق طريقا نظيفا للتجارة. كيف نظرت بداية إلى أجواء التي انعقدت في هذه القمة؟ لأنه كثير من الآراء المحليين كان يتحدث عن انقسامات واضحة في موقف قوى كبرى وغياب زعماء رئيسيين في هذا التجمع، بالإشارة طبعا إلى غياب الرئيس الصيني والرئيس الروسي. أعتقد أن فكرة الرئيس الفرنسي ماكرون هي تعمل على طرح فرصة لربط الاتحاد الأوروبي والهند عن طريق الدول الجولف والشرق الأوسط لخلق ودعم هذه العلاقات بين هذه الدول وبين الهند وبين الاتحاد الأوروبي. لدينا أيضا مبادرات عدة مع الدول المحيط الأطلسي، وذلك أيضا لدعم هذه كلها ديناميكية في التحركات الأوروبية لدعم هذا الربط بين الهند وبين دول الاتحاد الأوروبي. فهذه الديناميكية التي نتحدث عنها سوف تخلق جوا مناسبا من العلاقات. إذا سمحت لي سأعود إليك بالبيان الذي جرى تداوله أيضا. القادة في بيانهم أكدوا أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في حرب أوكرانيا أمر غير مقبول. كيف تقيم هذه الإشارة؟ أعتقد أن الإدانة الدولية لاستخدام أو التصريحات الرئيس بوتين هي منذ أول الاعتداءات على أوكرانيا، لقد استخدم هذه التهديدات دائما ما استخدم ولوح باستخدام الأسلحة النووية، فإنه يعد هذا غير مقبول، وهذه التصريحات دائما ما تعد غير مقبولة. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي فإن روسيا هي التي قد احتوت كل الترسانة، خلفية الترسانة النووية للاتحاد عقب انهيار الاتحاد الروسي، وهذا التصريح دائما الذي يلوحون به ضد أوكرانيا يعتبر غير مقبولا لأنه يهدد الأمن الدولي. لو تسمح لي سأنتقل بك سيد أوليفي من قمة مجموعة العشرين والموضوعات المطروحة وهذا يعني البيان الذي صدرت بعض عناوينه إلى الموقف في النيجر. بطبيعة الحال يعني هناك تطورات على صعيد هذا الملف. الأخبار في الأيام الأخيرة كانت تتحدث عن ما يمكن أن يطلق عليه العسكريون إعادة تموضع، إعادة تمركز للقوات الفرنسية في النيجر، فيما تداولت بعض الأخبار بعض المعلومات عن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر. ما هو الموقف حتى اللحظة في هذه القضية؟ هذا القرار الذي يتعلق إذن
التواجد العسكري الفرنسي كما صرح به السيد رئيس الجمهورية، فإنه الوحيدة التي الآلية الوحيدة التي تسمح لنا وتسمح لفرنسا بوجه خاص بمواجهة التهديدات الخارجية. وأنا أعتذر عن أن أضع هذا الموقف الخاص بالسيد رئيس الجمهورية، لأنه موضوع ثقة بالنسبة لنا، والذي سوف يتخذ هذا القرار المناسب بالنيجر. لقد أدنا هذا الانقلاب الحادث في النيجر الذي يدعو إلى التحرير، وندعو إلى تحرير الرئيس بازوم أيضا، الذي إلى الآن هي مسألة تخص القوات المسلحة الفرنسية على الأرض النيجيرية. هي أن نحن نعرف أن هناك تطورا في هذا الوضع، ونعمل على تحسين السياسة، ولكن لسوء الحظ فإنهم رفضوا ذلك، ولا وصل إلى ما وصل أنه أن يقرر السيد الرئيس الفرنسي بإعادة تمركز القوات الفرنسية في النيجر. بالإشارة إلى موقف فرنسا من النيجر سيد أوليفي، بالأمس كانت هناك تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية بخصوص موقف باريس، كان فيها كلام عن أنه باريس ستدعم موقف الإيكواس في ما تذهب إليه، بمعنى إن ذهبت الإيكواس إلى مواجهة عسكرية سوف تدعم ذلك باريس، إن ذهبت إيكواس إلى محادثات ومباحثات سوف تذهب إلى ذلك باريس. لماذا هذا الربط بين الموقف الفرنسي وموقف الإيكواس؟ إن الإيكواس عندما قرر الرئيس الإيكواس باستخدام القوة، فإنه استدعى فرنسا من أجل مساعدتهم وأن يقيموا بإرجاع الرئيس المنتخب الذي تم الانقلاب عليه. وأعتقد بأن هذه الاستجابة يجب أن تكون منا لدعم ما يقومون به الإيكواس لإعادة النظام والاستقرار في النيجر. فهذا هو نداء من منظمة الإيكواس لفرنسا، وسوف تقوم فرنسا عن طريق رئيس الدولة باتخاذ القرار الذي من شأنه أن يضع حدا لهذا الانقلاب بالنيجر. إنه يدعو إلى إنه أيضا يدعو إلى تحرير السيد الرئيس المحتجز. الموقف الفرنسي من الجابون هل هو موقف مختلف عن النيجر؟ البعض يصف أن الموقف الفرنسي غير مناسب لما حدث في الجابون أيضا. الاختلاف بين الموقفين أن في الجابون، ما حدث في الجابون في أنه عقب إجراء الانتخابات الرئاسية والعمليات الانتخابية والتي قد انتهت بالفعل، وكان هناك بالفعل أخذ السلطة، وكما قلت فأن هذا مختلف تماما، لأن هذه كانت عقب نتائج انتخابية واقتراع تم، واتهم فرنسا بمرة أخرى وإدانتها بأنها خلف كل ما يحدث من مشاكل هناك. إنه أمر عار تماما من الصحة، فإن فرنسا دائما ما تقوم بدعم هذه المؤسسات وكل هذه الدول في عملياتها الانتخابية. وكما أفهم جيدا فإن النتائج النهائية لهذه الانتخابات قامت بناء على اقتراع عبر صناديق الانتخابات وعبر عملية انتخابية تمت بديمقراطية، وأن الاعتراف بهذه النتائج وبتولي السيد رئيس علي بونغو كرئيس لمرحلة أخرى للجابون. ونجب أن نأخذ في الاعتبار هذه المشكلة التي تعد ضغطا على المنطقة في هذا الأمر. بعض المراقبين سيد أوليفي، وبالإشارة إلى ما حدث
للدور الفرنسي في بوركينا فاسو ومالي ومؤخرا في النيجر يطرح تساؤل حول الدور الفرنسي وتراجع الدور الفرنسي بشكل عام في القارة الإفريقية. كيف تقيمون هذا التوجه الجديد من هذه الدول الأفريقية تجاه باريس؟ نحن كان لدينا نقاش داخل مجلس الشيوخ فيما يتعلق بعلاقة فرنسا بالدول الإفريقية، وقد ذكرت في تصريحي بأن عديد من الدول الإفريقية لابد لنا من عدم تعميم الدول الإفريقية بأن لها موقف واحد، لأن هناك شعوب مختلفة ومشاكلهم مختلفة. فإن فرنسا تتقدم كثيرا في بعض الدول الإفريقية عن طريق علاقتها القوية فيما يتعلق بالتنمية والمشروعات التي تقيمها فيما يخص البنية التحتية. كثير من الدول الإفريقية تعترف بفضل فرنسا وبتدخلات فرنسا لرفع وزيادة التنمية في هذه الدول، لذلك فإننا يجب أن نتخذ موقفا لكل دولة على حدة، لأنه بفضل المساعدات الفرنسية والوجود الفرنسي هناك أيضا تقدم كبير في بعض هذه الدول. فإن السيطرة ووجود مجموعات فاغنر في بعض هذه الدول الأفريقية مدعومة بروسيا، هذه الميليشيات المسلحة لقد رأيناها في مالي، وفرنسا قد رحلت من مالي واتخذت العسكريين هناك السلطة عبر انقلاب أيضا. ولو أن فرنسا لم تدعم الماليين لقد دعا الماليون فرنسا لمساعدتهم، ولم تأتي فرنسا بنفسها إلى هناك، لقد جاءت لمساعدتهم في محاربتهم ضد الجماعات المسلحة الإسلامية، وتم سحب هذه القوات العسكرية، وذلك بناء أيضا على تأثير الجماعات المسلحة الخاصة بفاغنر في منطقة الساحل وتأثيرها على العسكريين الموجودين هناك. ولكن المخاطرة تكمن في تطور هذه الأوضاع، فإن هذا يدعونا إلى العمل للحد من مثل هذه الانقلابات في هذه البلاد. أتفهم ما تشير إليه سيد أوليفي من فكرة أنه لا يمكن تعميم الوضع على أفريقيا بشكل عام، لكن مؤخرا وعبر شاشات التلفزيون نتابع كثيرا في أكثر من عاصمة أفريقية مظاهرات حول السفارات الفرنسية في هذه الدول تطالب بانسحاب القوات الفرنسية الموجودة على أراضيها. هل تعتقد أن هذه رغبة داخلية في هذه الدول، أم أن هناك من يحرك هذا الأمر من الخارج؟ لأنك أشرت مثلا إلى مجموعات فاغنر في عدد من الدول الأفريقية. لا أعتقد بأن هذه المظاهرات في هذه المظاهرات إنها ترفع الأعلام الروسية، فلا أعتقد أنها ضد فرنسا ونابعة من الناس، ولكنها مدعومة من عمليات خاصة بالميليشيات المسلحة الخاصة بفاغنر وخاصة بروسيا في النيجر وفي غيرها من الدول، والتي تقوم برفع هذه الأعلام. فإن هذا لا يوجد بعض المنظمات الفرنسية التي لا تمكن أن تقوم بعملها على الأرض بسبب مثل هذه التدخلات التي تقوم بها وما أعلنوا عنه في النيجر. مرة أخرى إنه خسارة كبيرة بأن نقول أن هناك مظاهرات ضد فرنسا، ولكن أيضا نقول أن هناك اتفاق مسبق. حقيقة إنه ليست مفاجأة بأن نرى أنه بعض البيانات الإعلامية التي تنشر أخبارا مضللة وأخبارا كاذبة عن فرنسا وعن علاقتها بهذه الدول، فإن بعض الكثير منهم يعرفون فرنسا، ولقد عملنا سويا للعمل على التنمية في مثل هذه الدول. ولكن
نعرف كما نقول أن هذا التواصل أي الذي تأسس على الدعم الفرنسي لهذه الدول كان موجودا دائما. فممكن أن نرى ما الآن عندما برحيل القوات الفرنسية فالأوضاع لم يتحسن كثيرا في مالي، بل على العكس قد ساء أكثر. من باريس ألفيك هديك نائب رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، أشكرك شكرا جزيلا. إلى تطورات الزلزال القوي الذي ضرب المغرب مع حضراتكم الآن. أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا زلزال إلى 1037 شخصا و1204 إصابات، بينهم 721 إصابة خطيرة. كما أشارت الداخلية المغربية إلى أن الزلزال أسفر عن انهيار عدد من المنازل بعدة أقاليم. وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب أفاد بأن هزة بقوة نحو 7 درجات ضربت البلاد، مشيرا إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات وشعر به سكان العاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش والمحمدية وأغادير. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار التفاعل مع الرأي العام الوطني، تخبر وزارة الداخلية أن الحصيلة المؤقتة للفاجعة التي شهدتها بلادنا ليلة أمس الجمعة قد عرفت إلى حدود الساعة 1 من زوال اليوم ارتفاعاً في عدد الوفيات، حيث بلغ 1037 شخصاً تغمدهم الله بواسع رحمته و1204 جريحاً من بينهم 721 في حالة حرجة. وفي هذا السياق همت حالات الوفاة 9 عمالات وأقاليم، حيث تم تسجيل 542 حالة وفاة بإقليم الحوز و321 حالة بإقليم تارودانت و103 حالة بإقليم شيشاوة و38 حالة بإقليم ورزازات وحالة واحدة بإقليم تنغير، في حين لم يتم تسجيل أي حالات جديدة بالنسبة لعمالات وأقاليم مراكش، أزلال، أكادير الدوتنان، الدار البيضاء الكبرى واليوسفية. هذا وتواصل السلطات العمومية تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجستيكية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ فيما تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس وتتم في ظروف جيدة، فإنها توجه تحية اعتزاز وتقدير للساكنة المحلية على حسها الوطني العالي وتضامنها الكبير من أجل تجاوز آثار الزلزال ودعم الجهود المبذولة لهذه الغاية من قبل جميع المصالح المتواجدة بالميدان.
هذا ويعد الزلزال المميت الذي ضرب المغرب مساء الجمعة أسوأ زلزال تشهده البلاد منذ سنوات، ولم تشهد البلاد منذ العام 2004 كارثة مماثلة عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة الحسيمة الساحلية. أقوى زلزال منذ قرن يشهده المغرب بقوة 7 بمقياس ريختر على عمق نحو 20 كيلومترا في الأرض، كارثة طبيعية حلت بمراكش ومن حولها من المدن المغربية أسفرت عن مئات القتلى والمصابين، بينما تقوم السلطات بحصر أعداد الضحايا والمصابين. المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط ذكر أن مركز الزلزال يقع في إقليم الحوز، وتأثر به كل من مراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت. وسائل الأعلام المغربية ذكرت أن زلزال الحوز أقوى زلزال لم تشهده البلاد من قبل، فيما ترتفع أعداد المصابين المحولين إلى المستشفيات في مراكش والدار البيضاء وأغادير وسط ذعر كبير بين السكان. عدد كبير من السكان محاصرون تحت الأنقاض، وآخرون افترشوا الشوارع والميادين خوفا من انهيار المباني فوق رؤوسهم، وذلك عقب الإعلان عن هزات ارتدادية في عدد من المناطق خلفت أضرارا جسيمة بالمباني والمنازل. القطاع الصحي في المغرب يعمل بكامل طاقته التشغيلية في محاولة لتفادي ارتفاع عدد الوفيات. المغرب شهد زلزالين من قبل، أحدهما في فبراير عام 2004 بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر في محافظة الحسيمة على بعد 400 كيلومتر شمال شرق الرباط، وأسفر عن 628 قتيلا وعن أضرار مادية جسيمة. والآخر كان في فبراير عام 1960 بمدينة أغادير الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، مخلفا أكثر من 12,000 قتيل أي ثلث سكان المدينة. هذا وأعلن الجيش المغربي نشر وحدات متخصصة مكونة من فرق بحث وإنقاذ ومستشفى طبي في الأماكن المتضررة من الزلزال، كما أعلن الجيش المغربي عن نشر طائرات ومروحيات ومراكز لوجستية لدعم المتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية للتعامل مع تداعيات هذا الزلزال. هذا ودعا مركز نقل الدم وأمراض الدم بالمغرب المواطنين إلى التبرع لمساعدة الضحايا المحتاجين. يأتي هذا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وقال المركز إن عدد ونوع الإصابات يعني أن هناك حاجة لأكياس الدم في أسرع وقت ممكن، وأشارت مصادر رسمية أن هناك استجابة واسعة لهذه النداءات. منذ الساعات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب تشهد المستشفيات في أنحاء مختلفة من المملكة تدفقا هائلا للجرحى، بعد أن هرعت سيارات الإسعاف وفرق الحماية المدنية إلى المناطق المتضررة، حيث سجل سقوط الضحايا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزلال وشيشاوة وتاردنت وسط البلاد. الهزة الأرضية التي بلغت قوتها حوالي 7 على مقياس ريختر ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح السبت حسب الشبكة الوطنية المغربية لرصد الزلازل، إلا أن الهزة التي شعر بها سكان الرباط والدار البيضاء وغدير والصويرة زادت من الضغط على الخدمات الصحية، لا سيما في مراكش
مع اكتظاظها بالمصابين، ومع انهيار عدة منازل في البلدات المجاورة لمركز الزلزال جزئيا أو كليا وانقطاع الكهرباء والطرق في بعض الأماكن، عملت السلطات المغربية على فتح مسارات في منطقة الحوز للسماح بمرور سيارات الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين، لكن المسافات الكبيرة بين القرى الجبلية تعني أن الأمر سيستغرق وقتا لإدراك حجم الضرر الحقيقي والخسائر المادية والضحايا. وتأتي كارثة الزلزال في المغرب لتضيف أعباء إلى المستشفيات والمراكز الطبية وخدمات الرعاية التي تواجه مجموعة من التحديات، ومن ذلك أزمة سابقة من نقص في مخزون الدم في المملكة، ما استدعى إطلاق حملات توعية منذ عدة أشهر في جميع المؤسسات المدنية والدينية للتبرع بالدم. كما تشير إحصائيات تقدمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية إلى ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا مع دنو فصل الخريف والتقلبات المناخية. هذا تحليل وضعية. نعم. عندنا هي المباني، يعني أشخاص تحت الأنقاض خصهم فياق بحث الإنقاذ في أقرب وقت. في أقرب وقت. نعم. كما قلنا إذا قلت لك كما تكلمنا هناك فئة خفيفة، هذه الفئة الخفيفة شي يكون هي سهلة التنقل. كاين الفئة المتوسطة وفئة الثقيلة اللي يكون عندها اللي عندها التنقل في هذه الأماكن غادي يطلب شوية الوقت. داكشي علاش حنا في استراتيجية الوقاية المدنية كان عندنا العدد ديال الفئة الخفيفة كان شي يكون مرتفع. الحاجة الثانية هو أن هاد الناس فاش كتنقدهم خصك تعطيهم الإسعافات الأولية وخصك تنقلهم. نعم. يعني خصك توفر سيارات الإسعاف بطاقة بالأطقم باش تقوم بهذيك الإسعافات الأولية وتنقل. وهنا متنشي واحد النقطة، كاين سيارة الإسعاف كاين العدد كنقول بأن العدد المتوفي، وكاين الحاجة هو أن كنقوموا بالإخلاء الأقرب مستشفى. للمزيد من المتابعة والقراءة وتحليل المشاهدين الكرام ينضم إلينا من مدينة مراكش المغربية الأستاذ عبد الحق مفراني الكاتب الصحفي. أنا بك سيد عبد الحق، خالص التعازي طبعا لضحايا هذا الحدث الجلل في المغرب سيد عبد الحق بطبيعة الحال، ثم لو تكرمت أن تضعنا بطبيعة الحال وأنت موجود على أرض الواقع في المغرب تحديدا مدينة مراكش، الأخبار كلها تتحدث عن تأثيرات واضحة ومباشرة خصوصا في الأماكن الأثرية وأيضا في عدد الضحايا. ما هي آخر الحصيلة المتوفرة لديك من معلومات حول الأرقام وحول تأثير الزلزال على المباني والسكان والأماكن التاريخية؟ أولا في البداية تعزينا الحارة لجميع الأسر المكلومة ولجميع الضحايا. طبعا إلى حدود الآن حسب الإحصائيات الرسمية للوزارة الداخلية ما يقارب 820 من الضحايا، هذا هو الرقم الأخير الذي عممته الوزارة، والأكيد أن هذا رقم مرشح للارتفاع للأسف. للأسف يعني أزيدك المعلومات، آخر المعلومات عبر وزارة الداخلية سيد عبد الحق 1037 ضحية، الإصابات وصلت إلى 1204 إصابات. قلت أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. أنا أريد أن أجعلك في آخر التطورات والسادة المشاهدين أيضا، تفضل أكمل. عملية الإسعافات والتدخلات لا زالت مستمرة خصوصا في المنطقة البعيدة عن مراكش، لأن لا ننسى أن القوة كانت في منطقة إغري، وهذه المنطقة يعني تحتوي على العديد من الدواوير والعديد، وهي منطقة جبلية، والأكيد أن حتى البنايات تعرفون أنها تبنى بطريقة تقليدية، وهو ما يجعل حتى بعض المسالك الوعرة تجعل من الصعب التدخل السريع، لكن هناك مجهودات جبارة تقوم بها السلطات في هذا الباب، خصوصا بعد تأهب الجيش أيضا الجيش المغربي وتدخله السريع أيضا في هذه المناطق. الأكيد أن هذا الحدث الذي خلف هلع عن أمس ليلا، يعني ابتداء من 11 ليلا وتواصل كاملين خصوصا مع الارتدادات التي حدثت، جعلت الأمر صعب على الجميع خصوصا في المنطقة. لم يكن من المتوقع حتى في المخيال الجمعي لم يكن من المنتظر أن
تشهد مثل هذا الحدث. سيد عبد الحق، مراكش توصف بأنها مدينة التراث المغربي، هناك أخبار عن مسجد الكتبية الشهير والمأذنة، هل تضررت بالفعل؟ لأنه بعض الأخبار تتحدث عن هذا الأمر، ثم أنه في مقاطع مصورة ربما تابعنا بعضها تتحدث عن الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة كما تعلم، يقولون أيضا وهي مدرجة بطبيعة الحال على قائمة اليونسكو، تقول أنها تضررت أيضا. طبعا هناك كما تعلم ان مدينه مراكش الى جانب المدينه الحديثه، يعني هناك مناطق تحتوي وتضم مآثر تاريخيه، وحتى المدينه القديمه هناك بنايات قديمه ايضا ولا زالت تحتفظ بحضورها وسط المدينه، والاكيد ان العديد من الدور، العديد من الاسوار تاثرت فعلا بفعل الهزه، وإلى حدود الآن بعيدا عن يعني الصور التي يتم تداولها، هناك بعض الأماكن التي فعلا تعرضت أسوارها لانهيارات، والأكيد أن الصورة ستتضح. تعلمون أنه في الأمس ليلا الآن خلال النهار في كل وقت ستتضح الصورة أكثر مع توالي البلاغات، وأيضا حتى ضبط هذه العملية، لأن الأولوية الآن الأولوية هي الجنس البشري، الأولوية هي عملية الإنقاذ، عملية التدخل السريع خصوصا في المناطق البعيدة، في المناطق التي تحتاج لإسعافات وتدخل سريع، وهذا هو ما جعل كل السلطات المحلية هنا تتجه إلى محاولة الإسعاف ومحاولة التدخل السريع في المناطق، خصوصا في المناطق النائية والقريبة من قوة الزلزال، منطقة إغلي ومنطقة الحوز عموما. الإمكانيات المتاحة تعتقد سيد عبد الحق يعني تستطيع مواجهة هذه الأزمة، أم أنه ربما يحتاج المغرب لدعم من خارج؟ معظم يعني الأخبار تتحدث عن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن أنه جاهز لدعم المغرب بشكل كبير، كثير من الدول العربية يعني دعت إلى تقديم المساعدة للمغرب، كيف تبدو يعني الأوضاع المحلية؟ هل هم جاهزون لعمليات الإغاثة أم أنهم يحتاجون إلى مساعدات خارجية؟ طبعا ضمن المآسي هناك دائما التضامن الدولي يحضر، سواء التضامن العربي أو التضامن الدولي، وهذا مطلوب أساسا. لكن المغرب كما تعلمون أنه بعد دار الحزيمة وهناك تجربة استطاع أن تكون سلطات، والأكيد أن هناك استعداد قبلي لمثل مجابهة مثل هذه الأحداث، وحاليا ما يمكن التفكير فيه هو هذه التدخلات السريعة التي تقوم بها السلطات المحلية هنا، والغرض الأساس هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هو الذهاب إلى المناطق الوعرة خصوصا في الجبال، خصوصا في المناطق البعيدة النائية القريبة من تلك المنطقة الحرارية التي عرفت الهزة، منطقة إغلي والمناطق التي تحيط بها، وهي مناطق وعرة، والذهاب إلى يحتاج إلى الوقت، ويحتاج أيضا إلى تنقيل معدات خاصة في عملية البحث. هناك جهود جبارة تقوم بها السلطات المحلية هنا في المغرب، والأكيد مع توالي الوقت ستتضح الصورة أكثر بطبيعة الحال. أستاذ عبد الحق، أين كنت ساعة وقوع الزلزال؟ والله أنا عشت مثل باقي أنا أقصد كنت يعني في أي منطقة، في أي منطقة في المغرب في كنت في أي؟ أنا في مراكش، أنا نعم. في مراكش، وحتى تعلم أن ما كلما كنت تقطن في طبق في عمارة كلما ستشعر بالهزة. لذلك أنا أسألك عن لكي تضعنا في تخيل لما حدث بالضبط، لأنك عشت التجربة، فلو تضعنا كيف تمت يعني ردود الفعل بعد الزلزال مباشرة، وأين ذهب الناس، وكيف كانت حالتهم النفسية، ضعنا في هذا التصور لو سمحت أستاذ عبد الحق. وفعلا كانت بعد الساعة 11 كنا يعني كانت الهزة يعني فجائية، يعني تشعر بأن هناك هزة أرضية وتمايل امتد لما يقارب 34 ثانية بالضبط، يعني في هذه الحدود. بعدها خرج الناس إلى الشارع، هناك كانت حالة من الهلع، حالة من الاندهاش وعدم الفهم، وبدأ مع الوقت الساكنين يشعرون فعلا
بان هذا من وقع الزلزال يعني بقينا في يعني في الخارج الى حدود الثالثه ونصف الرابعه صباحا. بعدها بدا نوع من الطمانينه تذهب الى النفوس وبدا الناس يستعيدون بعد هدوئهم والعوده الى منازلهم، لكن فعلا هناك حالة لا تجد الكلمات المناسبة لتوصيفها، يعني حالة الهلع، يعني هذه مسألة عادية وفطرية. والأكيد أن ما يهم في هذه اللحظة هو طرحهم على أرواح الضحايا الذين رحلوا رحمهم الله. هل شعرتم أستاذ عبد الحق بهزات ارتدادية؟ الأخبار تقول كان هناك عديد من الهزات الارتدادية لكنها كانت أقل بعد الشيء. هنا توضيح الهزات الارتدادية كانت أقرب للمناطق المنطقة الإغري. الهزات الارتدادية مركز الزلزال، تعني في مركز الزلزال كان وقعها على مناطق أخرى مثل تارودانت، خصوصا والتي عرفت العديد من انهيارات لمنازل وأيضا سقوط العديد من الضحايا. خصوصا تعلم أنه الزلزال عندما يحدث في المرة الأولى يكون قويا، وصل إلى 7 على سلم ريشتر، وبعدها يبدأ كأنه يخف، درجة القوة تخف وتنزل هذه الدرجات بشكل متوالي. لكن هذه الهزات الارتدادية حدثت في مناطق دائما في هذا ما يسميه بالدائرة، الدائرة الخاصة بمنطقة الحوز التي تحيط بمراكش جنوبا وشرقا وشمالا وغربا. فبالتالي لذلك كان هناك عدد من الضحايا سواء في مراكش، في منطقة مثل إيجوكاك، في ورزازات، في تارودانت، في مناطق هكذا متباعدة عن هذا المحور، لكن كل جميعهم يقعون في جهة خاصة بمنطقة الحوز. المنطقة التي كانت مركزا للزلزال أستاذ عبد الحق، لو تضعنا في جغرافية هذه المنطقة، هل هي مناطق يصعب الوصول إليها؟ هل هي يمكن التعامل معها بسهولة؟ ضعنا في تصور لهذه الخريطة لمن لم يعلم جغرافية هذه المناطق. لا، كما تعلم أن مدينة مراكش هي كأنها بوابة للجنوب، كلما اتجهت من مراكش جنوبا ستذهب إلى اتجاه يعني الصحراء، لكن هذا الامتداد هو امتداد جبلي يمتد إلى ناحية ورزازات والمناطق المجاورة. فبالتالي هناك مناطق تجد فيها طرق معبدة، يعني طريق وطنية يعني مفتوحة، وهناك مناطق صعب الوصول إليها بفعل المسالك الوعرة بحكم أنها منطقة جبلية تحتاج إلى تنقل خاص. فبالتالي هذه المناطق التي مسها الزلزال بشكل قوي هي أقرب لتلك النقطة الحرارية إغلي التي كانت فيها قوة الزلزال قوية، والتي شهدت سقوط العديد من المنازل وانهيارها و سقوط العديد من الضحايا رحمهم الله. وربما أستاذ عبد الحق للتوضيح لصعوبة الوصول إلى بعض الأماكن، هنا إشارة إلى ما قام به الجيش المغربي من نشر وحدات متخصصة مكونة من فرق إنقاذ وبحث ومستشفيات ميدانية، وأيضا الاستخدام والتعامل مع هذه الأماكن من خلال طائرات ومروحيات ومراكز لوجستية. هل فعلا يعني بدأت هذه القوات من الوجود على الأرض؟ بدأت، ولا ننسى أن هذا أحد التمارين التي هناك استعداد قبلي لمثل هذه الأشياء، وكما تعلم أن حتى التدخل السريع في هذا الجانب بالنسبة للمغرب هناك عتاد، وهناك إعدادات قبلية لمثل يعني مجابهة مثل هذه الكوارث. ولعل تدخل الجيش أيضا بإمكانياته وبالإمكانيات التي وفرها ستساعد ما أمكن في فك العزلة، في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، في إعادة الطمأنينة لهذه الساكنة البعيدة عن محور المدن. ولا زالت إلى الآن عمليات الإنقاذ مستمرة، والأكيد على
المفصورة ستتضح أكثر مع توالي الساعات. يعني ونحن معك على الهواء الآن يا أستاذ عبد الحق نتابع بعض الصور لبعض البيوت المتهدمة في أماكن مختلفة ومتفرقة في مدن المغرب. فعلا يبدو أنه هذه كانت بيوت قديمة، بعض الشيء أثار الزلزال واضحة وبقوة على هذه المنازل. هذه الصور في محيط مراقش بالتحديد التي نتابعها الآن، وربما هذه المشاهد أيضا تفسر هذه الدعوات التي خرجت بضرورة الإسراع من المواطنين بالتبرع بالدم، لأنه على ما يبدو حالات الإصابات كثيرة وتحتاج إلى هذا الأمر. وأظهر المغاربة صورة شديدة الرقي في استجابة سريعة لهذه النداءات كما نتابع في الأخبار. لا شاهدت، لا بدون صور. أنا فعلا هذا الصباح حضرت فعلا لهذا الرقيف ونبل المغاربة المتعارف عليه والتضامن الاجتماعي المعروف. هناك عملية تلقائية للتبرع بالدم خصوصا في مثل هذه الأحداث، ونعلم جميعا الحاجة إلى الدم بالنسبة للمصابين والجرحى. وهذا بشكل تلقائي يعبر عنه المغاربة دائما في اللحظات مثل هذه. لكن أكيد وأكررها دائما أن من فقدناهم ومن رحلوا على روحهم الرحمة والمغفرة. طبعا أيضا من خلال الأخبار المتواترة أستاذ عبد الحق، السلطات المغربية أطلقت عملية واسعة لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة. أيضا ما هي شواهد هذا الأمر بالنسبة لك؟ لا، هناك مستشفى متنقل بمعدات خاصة لإجراء جميع الفحوصات وللتدخل السريع أيضا، وهذا مهم. وهناك طاقم طبي أيضا متخصص أيضا تم توفيره لهذه المناسبة، إلى جانب العتاد الذي يمكن أن يساهم في فك العزلة وفي البحث أيضا وانتشال حتى وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هناك كما قلت في البداية هناك استعداد قبلي كان يحضر دائما عند في مثل هذه اللحظات عند السلطات المعنية بهذا الجانب. والأكيد أن ستكون هناك تنوع حتى في التدخل، لأن المنطقة التي مسها الزلزال هي منطقة محدودة، خصوصا في قوته في منطقة محدودة في منطقة الحوز. وهذا ما يمكن أولا أن تتجه كل المجهودات إلى هذه المنطقة. صحيح هناك صعوبة في التنقل، صحيح أن هناك مناطق وعرة، صحيح أن هذه المناطق متباعدة نوعا ما بحكم الدواوير المتراصة هنا وهناك، لكن كما نلاحظ هناك مجهود جبار تقوم به السلطات العمومية هنا. في الواقع وأنا معك وأنت تتحدث الآن كنت أشاهد بعض اللقطات، تبعت طائرة هليكوبتر في الأجواء في محيط مراكش، ربما هي يعني تحاول أو تساعد في عمليات الإنقاذ. لكن أيضا من ضمن الأخبار العاجلة على شريط الأخبار في القاهرة الإخبارية انقطاع الكهرباء من بعض المناطق متأثرة بالزلزال. هل هذه المناطق هي المناطق التي أنت أشرت لها يا أستاذ عبد الحق التي كانت أكثر تأثرا؟ صحيح، وتتعلم حتى اللحظة نعود فقط إلى أمس هنا فقط في المدينة، يعني في مدينة مراكش، لحظة الزلزال كان قد انقطع الكهرباء وعاد بعد 5 دقائق أو 10 دقائق عاد، حتى كان هناك انقطاع حتى في شبكات الاتصال الهاتفي عندما كنا نحاول أن نتواصل، كان هناك انقطاع لفترة قصيرة جدا ثم عاد صبيب الانترنت وعاد الاتصال بشكل عادي. وتعلم أنه في لحظات مثل هذه الناس والمواطنون عموما أول شيء يفكرون فيه هو الهاتف، يتصلون بذويهم وبعائلتهم للاطمئنان عليهم، وهذا كان متوفر في هذه اللحظة. أما في المناطق البعيدة كما تعلم أن هناك مجهود جبار قامت به الدولة المغربية بالنسبة للإنارة وأيضا في جانب الماء، فتوفر الكهرباء في هذه المناطق يساعد أيضا في هذه العملية، في عملية الإنقاذ وفي عملية التواصل السلسة بإمكان أن حينها أن حتى عملية التدخل
يمكن أن تتم بشكل أسرع من المعتاد. نشير هنا أستاذ عبد الحق، يعني طبعا نحن يعني اسمح لنا أن نبقى معك وعذرا لأننا نثقل عليك، لكننا نريد أن نطمئن على إخوتنا في المغرب الشقيق. مصر تؤكد في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا في مواجهة الأثار المدمرة لهذا الزلزال. هناك يعني دعوات تضامن من الرئيس الأمريكي، الرئيس الروسي، المستشار الألماني، المجلس الأوروبي. فعلا علاقات المغرب المتميزة مع محيطها العربي الإقليم الدولي منعكسة بشكل كبير في هذه المشاعر التضامن مع المغرب. وأكيد كما تعلم أن كما قلت في البداية أن في هذه اللحظة نحتاج لهذه الرسائل، نحتاج لهذه الرسائل من التضامن، والتي ليست جديدة. عندما نتحدث عن الشعب المصري تعلم أنه العلاقات ما بين الشعبين الشقيقين المصري والمغربي علاقة قديمة وترتبط بشيء أرقى، وليس غريبا عن الشعب المصري أن يعبر عن تضامنه بكل الوسائل. والأكيد أن هذا الشكل من التضامن يساعد بشكل من الأشكال في التخفيف من هذه المأساة، ولعلها مناسبة كي نستعيد هذا الشيء الذي يجمعنا جميعا، وهو هذه الروح الإنسانية وهذا المشترك الإنساني الذي يجمعنا دائما. خالص التعازي القلبية من الشعب المصري إلى الشعب المغربي. أشكرك شكرا جزيلا من مدينة مراكش المغربية الأستاذ عبد الحق مفراني الكاتب والصحفي. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، تابعنا من خلالها في لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية حول الدور الفرنسي في أفريقيا وانعكاسات قمة مجموعة العشرين، كما تابعنا في أيضا آخر التطورات بشأن زلزال المغرب المدمر. دوما نشكر لحضراتكم حسن المتابعة، ابقوا في أمان الله.